ممكن سؤالك كان فعلا سؤال يعني مهم، ويمكن الكثير يتحدث عنه، انه ليش يعني ما في احد قدر يوقف الهلال؟ وجاوب تقريبا الكابتن احمد على هالشيء، لكن انا ودي اضيف انه فعلا يعني جيسوس لما ما يعني ما يسكت طوال المباراه والى اخر دقيقه، يعني مثل ما قلت انت ممكن تشوفه ولا تشوف النتيجه تعتقد انه فريقه خاسر، رغم انه فريقه متقدم ممكن 3-0 و4-0، لانه خيسوس يعني هو صمام الامان للنظام هذا السيستم، هو يبغى يحافظ عليه ايا كانت النتيجه، سواء اربعه انت فايز ما يسمح انه هالتركيبه وهالنظام وهالسيستم اللي داخل الملعب انه يختل عن طريق اي لاعب ما يؤدي دوره. اضف الى ذلك انه غير انه هذا التكتيك اللي صعب على الفرق الاخرى، قال نقطه يمكن الكابتن احمد انه الجودة عند لاعبين الهلال والقرار عند لاعبين الهلال قاعد يساعد المدرب، يعني انت مو بس انك انا واصل القناعة، احس انه ممكن لو يدقون على خسوس ليلة المباراة ويقولوا له عطنا الخطة، يقول خذ هذه خطتي بكرة. انت عارف فيش تغييرات كثيرة، يعني عارف يعني لو تدق عليه تليفون انت عندك مباراة بكرة، عندنا مباراة خسوس عطنا الخطة، يقول لك خذ هذه تراني بلعب كذا بكرة. اي يعني عارف الطريقة واضحة، الطريقة واضحة لكن وما حد عارف يوقفها. اي لانك عندك ايضا لاعبين عندهم يعني قراراتهم الخاصة يعني جودتها عالية جدا، يعني ممكن يتصرف اللاعب. الآن احنا دائما نتحدث انه اللاعب على الأقل عنده 30% من الحرية، انه فعلا حسب عاد إمكانيات اللاعب، حسب عقلية اللاعب، حسب عبقرية اللاعب، نقول هذا اللاعب ذكي، هذا اللاعب عبقري. انت تتكلم انه عندك يعني في من هالنوعية في الهلال على الأقل في خط المقدمة او في النصف الأمامي موجود يمكن خمسة يمكن هالعقلية ويمكن هالجودة ويمكن هالعبقرية اللي ممكن انه يعني هو ايضا يعني يبدع بطريقة